بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد، ونواصل في شرح الشابتر 5 Stability of Feedback Control System من مقرر الأوتوماتيك كنترول، ويحدثكم هنا الدكتور منجي محمد زيدي. نواصل مع الروث كريتيريون وفي Special Case أو الحالات الخاصة، وهذه الحالة الحالة الثانية The Second Special Case هي Until Rho is Zero. ما معنى Until Rho is Zero؟ يعني لما نكون في هذه الحالة، يعني في 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 مكان ما أو في رو ما، يكون يعني كل الكوفيشنت تصبح أصفار. كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة؟ So an until row consists of zeros because there is an even polynomial that is a factor of the original polynomial. Only even powers of S and have roots that are symmetrical about the origin. So let us take this example. Suppose that we have a closed loop transfer function T of S equal to this function. بطبيعة الحال the characteristic equation هي the denominator equal to zero. يعني ننطلق من هذه الإيكويشن equal to zero ونعبي جدول روث كما اعتدناه من قبل. أولا نحط الكوفيشنت الأولى والثالثة والخامسة، وهي هي واحد، والكوفيشنت رقم ثلاثة هو ستة، والكوفيشنت رقم خمسة هو ثمانية. نعبيها زي ما هي، واحد ستة ثمانية. ثم اللاين الثاني أو الرو الثاني نعبيه بالكوفيشنت رقم اثنين اللي هو سبعة، نحطه هنا، ورقم اثنين ثم أربعة وهو 42 أحطه هنا، ورقم ستة اللي هو 56 أحطه هنا. أولا وللاختصار نلاحظ أنه في الرو نمبر 2 the row was multiplied by 1/7. يعني قسمنا على إيش؟ قسمنا على سبعة، لأنه كل الكوفيشنت سبعة و42 و56 لها قاسم مشترك يساوي 7، وبالتالي للاختصار وتسهيل الحسابات لابد أن نقسم على 7 وتصبح الكوفيشنت 1 و6 و8 the new coefficients. طيب بعدين نواصل تعبئة الجدول. إذا وصلنا في تعبئة الجدول هذا الكوفيشنت سيكون صفر، لأنه هو بكل بساطة 1 ضرب 6 ماينس 1 ضرب 6، يعني صفر ماينس صفر على 1 يساوي صفر. ثم هذا الكوفيشنت الثاني هو 1 ماينس 8 ناقص 1 ماينس 56 على 1، يعني بالتالي يساوي صفر الى اخره. يعني كل الكوفيشنت راح تكون ايكوال تو زيرو. وهنا عندي مشكله، كيف يمكنني ان احل هذه المشكله؟ بكل بساطه ارجع يعني من هذا اللاين، ارجع الى اللاين الذي سبقه واتي بهذا البولينوميال اللي هو يعني اس اس 4، لانه عندي كوفيشنت 1 هذا 1 اس اس 4 والكوفيشنت هو اس اس 4. الكوفيشنت الثاني هو 6 يعني اس تايم اس 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 سكوير اس اس 2، والكوفيشنت الثالث هو 8 زائد 8 اس اس 0، لانه بدينا من اس اس 4 الذي ياتي بعد هنا اس اس 2 والذي ياتي بعد هنا اس اس 0، لانه كما نعرف ان نراوح بين الباور، نبدا بالاس اس ان بعده اس اس ان ماينس 2 ان اس ان ماينس 4 الى اخره. إذا كوننا هذا البولينوم نلاحظ أن الكوفيشنت 1 و6 و8، نأتي بها كما هي ونعبي بها الكوفيشنت التي كانت أصفار. يعني هذا الصفر سيصبح 1، هذا الكوفيشنت يصبح 1، ثم هذا الكوفيشنت الذي كان من قبل صفر سيصبح 3، سيصبح يعني sorry before this، يعني من هذا البولينوم يعني أجيب منه الاشتقاق، أجيب منه الاشتقاق. يعني هنا تصبح عندي 4 أس أس 3 والثاني يصبح 2 ضرب 6 12 أس تايم أس والكوفيشنت 3، يعني اشتقاق 8 هو 0. تحصلت على نيو كوفيشنت 4 و 12 و 0. هذه الثلاثة كوفيشنت أضعها مكان الأصفار، يعني الصفر أضع مكانه 4، ثم الصفر الثاني أضع مكانه 12، والصفر الثالث أضع مكانه 0. نلاحظ نفس الشيء انه في هذا اللاين بالذات كل الكوفيشنت لها قاسم مشترك وهو 4، يعني اقدر اقسمها على 4، ف4 على 4 تصبح يعني 1،
و 12 على 4 تصبح 3 و 0 على 4 يبقى 0 كما هو. وأواصل تعبئة جدولي وأكون قد يعني حليت مشكلة هذه الأصفار على مستوى هذا الرو. أواصل تعبئة جدولي، هنا سأتحصل على 3 8 1 على 3 0 0 0 0 0 ثم 8 هنا. وبالتالي كي أستنتج وأستخلص هل أن هذا النظام مستقر أم لا، وجب علي أن أرى وأن يعني أحلل الكوفيشنت التي هي موجودة في الفيرست كولوم. نلاحظ أنها 1 1 1 3 1 على 3 8. All coefficient have the same sign، أو بالأحرى all coefficient are positive، وبالتالي النظام مستقر. هذا هو the second special case والذي نسميه انتيرو is zero، يعني في حالة أنه يعني تلقيني مشكلة هذه اللاين التي تكون كل coefficient اللي فيه تساوي أصفار، لابد أن أحل المشكلة كما أشرحنا هنا. Thank you very much for your attention.